مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حلقة جديدة بتتجدد معاكم أسبوعيا من برنامجكم مراسلو النيل، واللي دايما بنعرض لحضراتكم فيه مجموعة من التقارير مع حضراتكم وكمان مع مراسلينا من مختلف الأنحاء. فحلقتنا النهاردة مشاهدينا هنعرض لحضراتكم مجموعة من التقارير. أول تقاريرنا مشاهدينا هنتكلم فيها، طبعا إحنا في شهر الانتصارات، هنتكلم عن ذكريات أكتوبر المجيدة واللي بتهل علينا للسنة 47. ربما كتير مننا معش اللحظات دي، لكننا دايما بنتذكر كلمة الرئيس الراحل أنور السادات في الكنيسة بأنه سيجيء يوم نجلس فيه لنقص ونحكي ونروي ماذا فعل كل في موقعه. معانا في حلقتنا النهاردة هنبدأ أول تقاريرنا بزيارة لبيت الرئيس محمد أنور السادات في مسقط رأسه، تحديدا في ميت أبو الكوم. كمان هتكون لينا وقفة في حلقتنا النهاردة مع الفنان جلال عبده. الفنان جلال عبده هو من أشهر الفنانين التشكيليين في الإسماعيلية. ارتبط اسمه بإبداع تمثالين في المدينة لتخليد بطولات الجيش المصري. من أجواء أكتوبر مشاهدينا هنروح معاكم في حلقتنا النهاردة وهنتجول معاكم في شارع المعز. تقرير مختلف لن يكون عن أثار الشارع العريق، لكن هذه المرة هيكون مع محال صغير ومقتنيات وتحف تحمل بصمة فنان أبدع في تصميمها. كل دي تقارير مشاهدينا هتكون معانا على طول بعد الفاصل. بطل الحرب والسلام، بتكلم عن الرئيس الراحل أنور السادات. لم ينسى أو يتنكر في يوم من الأيام من أصله الريفي، ظل مرتبط بمسقط رأسه طول حياته حتى بعد توليه للرئاسة. مقتنيات كمان حكايات عن الرئيس الراحل هنتابعها معاكم في تقريرنا اللي جاي مع مراسل النيل محمد الخطيب. متحف محمد أنور السادات، تاريخ طويل من الكفاح تحكيه هذه الصور التي جسدت كل فترات حياته، فكانت بمثابة فيلم سينمائي تحكي قصة نضاله إلى أن أصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية. فكل جدران المنزل تمتلئ ببعض القصص والحكايات الطويلة، أبدأها من هذه القاعة والتي تمتلئ بكنوز ثمينة، بداية من بدلته العسكرية إلى سورة النصر. يمكن خليني نشرح للمشاهد ويشوف معانا بدء الغرفة الذهبية معانا بأربع قرارات مختلفة للسادات، بدء بأربع صور تبدأ بزيارة جيمي كارتر على أرض جمهورية مصر العربية وتحديدا على أرض قرية ميت أبو الكوم. ثم السادات صاحب أقوى وأجرأ زيارة في تاريخ مصر، وهي زيارته إلى إسرائيل عقب النصر مباشرة، ثم صورة لمعاهدة السلام، ثم صورة وهو يصلي في مسجد القدس، ويعد الرئيس الوحيد اللي صلى في القدس بعد إنشاء دولة إسرائيل. يوجد أيضا الفترينة رقم 2 وبها أكثر من مقتنى خاصين بالبطل، بها الكشاف أو البطارية اللي كان بيستخدمها عند قطع تيار كهربي، كما يوجد بها البايب الخاص بسيادته، كما يوجد بها الحامل البايب، ويوجد أيضا الساعة اللي كان ملتزم بها سيد أو كان حريص أنه بيلبسها باستمرار، لأن الساعة دي كانت لها قصة جميلة جدا. السادات ما كانش بيلبس أي ساعة في إيديه، كل الساعات اللي كان بيرتديها منقوش على ظهرها آية الكرسي كاملة. يوجد أيضا الكاتينة وهي السلسلة السعلة بسلسلة الخاصة بزي الفلاحي، يوجد أيضا السبحة اللي كان بيسبح عليها ربنا. وعلى الرغم من مرور عقود على إنشاء هذا الكنز التاريخي، إلى أن الأثاث لم يتغير، خاصة هذا الركن الذي كان من أهم أسباب الحفاظ على المنزل. فالأنترين اللي احنا موجودين عليه ده كان بيستقبل عليه السادات معظم رؤساء وملوك العالم اللي كانوا بيشرفونه، مش بس الرؤساء والملوك، لا، لكن عمل الرئيس صمم قاعدة بلدي، أمر أن هي تصمم
عشان يستقبل عليها شكاوي الفلاحين البسطاء. كان بيبقى قاعد العمدة محمد ماضي وجنبه منه سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان بيستقبل شكاوي الفلاحين البسطاء من أهالي بلده ومن مركز سلا ومن محافظة منوفية ومن مصر كلها. كان حضرتك اللي كان عنده أي مشكلة أو أي مظلمة وكان حابب يقابل الرئيس وما هوش عارف يقابله في القاهرة، وكان بيبقى عارف إنه نازل هنا متى بيكون، كان بيجي هنا وكان بيقابله وما كانش بيمشي إلا ومشكلته محلولة. كان الرئيس الراحل محباً لأهل بيته وقريته، فكان دائماً يلتحم بهم ليعلم أحوالهم ويلبي كل منهم رغبته. فلا يوجد بيت في ميتا بولكوم إلا ويحمل صورة البطل. أعتبر قناة أعتبر ميتا بولكوم دي زي ما تقول كده سيادتك هي مجموعة المسل والقيم والمبادئ والمفاهيم والمعاني اللي ممكن أو يتمنى إن الشعب المصري الحضر يعني بتاعنا المدن يعني يطبقوه، اللي هي إيه؟ المروءة، النجدة، الشهامة، التعاون، وروح الفريق، المحبة، الود، الاحترام الكبير، المساعدة، البساطة وكده، العطف على الصغير كده. عشان كده حتى يقولك أنا كبير العيلة، ويعتبر إن مصر كلها دي عيلة وهو كبيرها اللي جايبها من القرية هنا. اللي معاه اللي هي أبو 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 محمود ما عداش النهاردة، ليه يسأل عليه واخد قمع السكر واخد الشاي واخد الحاجات ونجري عليه ويحس إن مش لوحده، معاه يعني الدنيا كل اللي معاه المعنى ده. وبمكتبته الخاصة التي تمتلئ بالعديد من مؤلفاته تنتهي جولتنا داخل منزل بطل الحرب والسلام، منزل خرجت منه قرارات مصيرية منها قرار حرب أكتوبر والتي أعادت لمصر عزتها وكرامتها، لأن في النهاية لا يصح إلا الصحب. في إحدى اللقاءات التلفزيونية سئل الرئيس محمد أنور السادات ماذا تحب أن يكتب عنك بعد رحيلك، فكانت الإجابة رجل عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ. من متحف السادات بميتا بولكوم بمحافظة المنوفية، محمد الخطيب لمراسل النيل. إذن مشاهدينا، نصر أكتوبر جسد مدى عظمة الشعب المصري ومدى عظمة القوات المسلحة وولائهم الشديد للوطن. مش بس كده، كمان أعاد تشكيل وترتيب خريطة القوة في العالم ليصبح هذا الانتصار العظيم هو نصر لمصر وللمصريين.